فضيلة الشيخ عطية صقر، وما الذي يقوله الإنسان إذا تعرى بالليل وأحس بذلك؟ معنى تعرى بالليل استيقظ من النوم وتقلب على الفراش ولا يستطيع العودة إلى النوم. جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. وفي رواية مسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والله أعلم.